يا سادة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، طبعا في بدايه الاسبوع. وكالعاده زي ما انت قلت يا كريم، حاليا انا هكون متواجده داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار طبعا متعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خلينا نبتدي باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر، اكيد المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده ان شاء الله الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي. التدريب والتجمع هيكون الساعة 5، والتدريب هيكون الساعة 6 على ملعب مختار التتش. ده طبعا يعني هيكون في اطار استعدادات الفريق لمباراه غد ان شاء الله. يمكن النهارده الفريق والجهاز الفني بالكامل بعد التمرين يا كريم ويا هوند هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه غد اللي هتكون امام نادي سيراميكا كليوباترا، واللي هيكون ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. وهتقام ان شاء الله يعني المباراه بكره في تمام الساعه 9:30 مساء على ملعب استاد القاهره الدولي. ودي هتكون ان شاء الله يعني اخر مباراه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري قبل مباراه يعني الوداد، المباراه الاهم الأصعب طبعا، مهمة صعبة اللي هتكون أمام النادي الأهلي الفترة القادمة، وهي مباراة الذهاب أمام نادي الوداد المغربي، واللي هتقام أكيد يعني مباراة الذهاب هنا في القاهرة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساء. ودي هتكون مباراة الذهاب من بطولة الدوري أبطال أفريقيا وأكيد الدور النهائي للبطولة. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أتجه وأروح لجميع الألعاب الأخرى، وأبارك لك طبعا يا كريم، وأبارك لك أنا هوندو ولكل جماهير النادي الأهلي بعد فوز فريقنا طبعا فريق كرة السلة بالنادي الأهلي وتحت قيادة مستر جاست إيبوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي بعد الفوز ببطولة البال أو البي إي إل 3 طبعا الدوري الأفريقي لكرة السلة في نسخته الثالثة، بعد ما فاز طبعا النادي الأهلي على نادي داون السنغالي بنتيجة 80-65 بفارق 15 نقطة. النادي الأهلي بطل أفريقيا لكرة السلة، يعني فعلا ختمها مسك، يعني يمكن آخر بطولة بالنسبة لجميع الألعاب الأخرى كانت للفريق الأول لكرة السلة الفوز ببطولة البال. يمكن شفنا يعني طوال البطولة دي أو طوال الموسم يعني جميع لاعبي النادي الأهلي يعني ظهروا بشكل يعني كويس، كان الأداء متميز، أداء قوي في جميع المباريات. شفنا كمان روتيشن ما بين جميع لاعبي النادي الأهلي، مستر جاستي كان بيعملها روتيشن ما بين كل اللعيبة ظهرت بمستوى يعني واحد، مستوى قوي، مستوى متميز في جميع المباريات، يمكن بالأخص بطولة البال. يمكن إيهاب أمين، سيف سمير، عمر طارق، يعني عمر عزب، جميع اللاعبين ظهروا بشكل يعني كويس جدا طوال البطولة. يمكن كمان يعني جايزة الـ MVP أو رجل يعني المباراة وأحسن لاعب في البطولة كانت امبارح برضو من نصيب النادي الأهلي ومن نصيب نوني أموت اللاعب الجنوب السوداني المحترف طبعا اللي كان متواجد مع النادي الأهلي واللي عشان يشارك طبعا في بطولة البال. يمكن البطولة دي كانت من نصيبه، ويمكن ده عشان برضو سجل 22 نقطة في مباراة أمس، فشوفنا يعني تألق كبير جدا منه وأداء متميز منه طوال مباراة أمس. يمكن مش بس يعني كرة السلة هم اللي حققوا إنجاز كبير أكيد في جميع البطولات هذا الموسم، يمكن كمان النادي الأهلي يعني بالنسبة للألعاب الأخرى كرة يد أو سلة أو طبعا طايرة يا كريم ونهواند، يمكن حققوا العديد من البطولات. يمكن اجمالي البطولات الموسم ده يمكن نقدر نقول 18 بطوله، يمكن 9 بطولات فقط لقطاع كره السله بالنسبه للسيدات وكمان رجال كره السله. يمكن السيدات حققوا يعني الخماسيه التاريخيه، ويمكن السنه دي الرباعيه بالنسبه لفريق كره السله رجال. كمان سيدات كره اليد حققوا جميع البطولات المحليه الموسم ده، وايضا رجال كره اليد حققوا الدوري والكاس وايضا بطوله يعني السوبر الافريقي والتاهل لكاس العالم السوبر جلوب طبعا لكره اليد. فيعني حقيقي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب واكيد المدير النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي عملوا مجهود كبير جدا ودعموا الفريق يعني بشكل مستمر وبصفه مستمره طوال الفترة اللي فاتت. يمكن الدعم طبعا من خلال الصفقات، كمان الدعم في وجود جميع المباريات وخلف طبعا يعني جميع الفرق في جميع المباريات، فطبعا يعني بنشكرهم جدا على المجهود الكبير ده. واكيد بنشكر جميع لاعبي النادي الاهلي في كل الالعاب سواء كرة اليد وكرة الطايرة واكيد كرة السلة. يمكن كمان خليني اقول لكم انه في اثنين او ثنائي النادي الاهلي من قطاع كرة اليد، اكيد عبد الرحمن فيصل واحمد عادل، يمكن النادي الاهلي وافق على اعارتهم لفريق العربي القطري عشان يشاركوا مع الفريق اكيد في كأس الأمير اللي كان مفترض أكيد العربي القطري كان يعني بينافس فيه في قطر. ويمكن الفريق أو الاثنين اللعيبة يعني من النادي الأهلي
سواء عبد الرحمن فيصل او احمد عادل ساهموا بشكل كبير جدا في تتويج الفريق بالبطوله، بطوله كاس الامير للمره الثالثه بعد الفوز على نادي الريان. ويمكن طبعا المباريات دي كانت كلها في قطر، ساهموا بشكل كبير جدا من خلال طبعا الاهداف والبلوكات وكمان الاسيست. يمكن احمد عادل سجل يمكن اكثر من 10 اهداف في مباراه واحده، وايضا عبد الرحمن فيصل، فيعني ارقام يعني بيحققوها كبيره جدا اكيد ثنائي لنادي الاهلي عبد الرحمن فيصل واحمد عادل. ومفترض ان شاء الله انه يعني اكيد عبد الرحمن فيصل هيتجه للمدر السعودي عشان كمان يشارك مع الفريق يعني على سبيل الاعاره، اكيد يشارك برده مع الفريق في منافسات البطوله اللي اكيد هيلعبها في الرياض. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت كل الاخبار النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. اكيد ببارك لكم تاني بعد فوز فريقنا امبارح ببطوله البال، والمنتظر ان شاء الله يعني عقبال فريق كره القدم ان شاء الله يشارك برده في كأس العالم للأندية لكرة القدم، زي ما أكيد إن شاء الله كرة اليد وكرة السلة هيشاركوا أيضا في بطولة كأس العالم. والآن العودة مرة أخرى ليك يا كريم، الكلمة ليك تفضل. نشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة سارة حامد على هذه التغطية الوافية كالمعتاد.